غازي مراسل قناة ليبيا الحدث صالح بومعيزة. صالح، في البداية أهلا بك، ضعني في الأجواء بصفة عامة في مدينة بنغازي وأيضا وضع شراء الأضاحي في المدينة والتجهيزات لعيد الأضحى المبارك. نعم نعم، تحية طيبة لكل مشاهدين قناة ليبيا الحدث. الوضع الأمني داخل مدينة بنغازي ممتاز جدا، كل الأجهزة الأمنية تقوم على قدم وساق في توفير الأمن والأمان داخل مدينة بنغازي، حيث قام مكتب الإعلام الأمني بنغازي بعدد جولات على المراكز والأقسام والوحدات التابعة لمديرية أمن مدينة بنغازي، تقديرا لمجهودات والمجهودات المخلصة والمبذلة في حفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة. هنا نوضح بأن رجل الأمن أصبح يضرب بالمثل في العطاء والتضحية لتوفير الأمن والأمان. أيضا شهدت مدينة بنغازي انتشار أمني مروري مكثف تنفيذا للخطة الأمنية المرورية شاملة لتأمين حركة السير داخل المدينة. أيضا في توضيح آخر لبلدية بنغازي، تنفي الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم توفير الملتزمات التي توفر طبيعة العمل في مقبرة الهواري، وتنفي نفيا قاطعا بأن كل الملتزمات متوفرة داخل مقبرة الهواري. نتواصل أيضا مع بلدية بنغازي حيث نشاهد الأعمال النظافة العامة، حيث شهدت مدينة بنغازي نظافة في الشوارع العامة والشوارع الفرعية للمدينة، وأيضا طلاء الرواصف الأرضية. أيضا باشرت في أعمال الأولية لرصف كل الشوارع المتهالكة التي تحتاج إعادة انتشار بالمناطق التابعة لبلدية بنغازي، وأيضا رصف كل المناطق التي لا توجد بها شوارع مثل الوحيشي وبهديمة. كل هذه المشاريع التي تنفذ عن طريق بلدية بنغازي تشرف عليها اللجنة إعادة استقرار المدينة. أيضا ننتقل إلى وزارة التعليم، حيث أشاد وأعلن وزير التعليم بحكومة الليبية المؤقتة بعودة الامتحانات النهائية لسنة النقل التعليم الأساسي والثانوي للعام والخاص اعتبارا من تاريخ 8/8/2020، وأيضا تستأنف الدراسة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا والعامة والخاصة اعتبارا من 9/8/2020. ننتقل إلى الوضع الاجتماعي، حيث تشهد مدينة بنغازي افتتاح المولات وافتتاح بعض المراكز التجارية لتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدينة. هذا كل ما لدينا عن أخبار مدينة بنغازي. نعم. إليك الهواء. نعم، أشكرك جزيل الشكر صالح بو معيزة، كنت معي مباشرة من مدينة بنغازي وستكون معنا تباعا من داخل المدينة في ساعات إخبارية قادمة.